أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب كلية هندسة الإلكترونيات لقسم الاتصالات. تجربتنا لهذا اليوم في لمختبر المايكروويف الكورس الثاني، التجربة الأولى هي الاس باراميتر. الاس باراميتر نقصد بها السكاترينج باراميترز. سكاترينج معناها التشتت. على سبيل المثال عندنا 2 port network، هذا البورت الأول، بورت رقم 1، وهذا بورت 2. بورت 2 موصل بلود معين ZL، وبورت 1 موصل بمصدر معين. راح تنتقل الإشارة من المصدر من خلال بورت 1 إلى هذه الشبكة. هذه الإشارة جزء من عدها راح ينعكس باتجاه المصدر، الجزء الآخر راح يعبر باتجاه اللود. الجزء اللي ساقط على اللود راح اللود يمتص جزء من الإشارة ويعكس الباقي باتجاه المصدر. إذن الإشارة عاد تنتشر ضمن هذه الشبكة، جزء ينفذ وجزء ينعكس وجزء ينتقل على اللود وجزء ينعكس من اللود. من هنا جت كلمة تشتت السكاترينج. هذول الأسهم اللي داخلين على الشبكة راح أرمز لهم أي، هذا راح نرمز له A1 نسبة إلى بورت 1، وهذا السهم الثاني راح يكون A2 نسبة إلى بورت 2. الأسهم اللي خارجة من الشبكة راح نرمز لهم B، هذا B1 وهذا B2. الإخراج B1 و B2 B1 راح تساوي لي مجموع الإدخالين للشبكة، مجموع هذول الإدخالين اللي هو A1 زائد A2، لكن مضروبة بأوزان معينة. هذه الأوزان هي الـ S11 و S12. نفس الحالة بالنسبة لـ B2، أيضا هي مجموع A1 زائد A2 لكن بغير أوزان. هذه الأوزان هي S21 و S22. لو نريد نحسب قيمة الـ S11 راح نحسبها عندما A2 تساوي لنا 0، عندما A2 تساوي لنا 0 هذا الحد الثاني راح يلغي، S11 راح تساوي لنا B1 على A1. نرجع للدائرة مالنا، B1 تمثل لي المنعكس و A1 تمثل لي الساقط على الدائرة. إذا راح يكون عندنا الريفلكتد على الانسيدنت. الريفلكتد على الانسيدنت معناها الريفلكشن كوفيشنت. ات بورت 1 إذن S11 تمثل لي
معامل الانعكاس عند البورت رقم 1. لو نحسب الـ S12 أيضا راح نحسبها، لكن بشرط أنه I1 يساوي 0 ويساوي S12 راح تساوي لنا B1 على A2 وتساوي B1 على A2 B1 على A2 هذا هو اللي نقصد بينه عكس اتجاه الانتشار، إذا نسمينه هو reverse transmission. أو بعض المصادر يسموه الايزوليشن. لو نريد نحسب الـ S21 من المعادلة الثانية، الـ S21 راح تساوي لنا أيضا نحسبها عندما A2 يساوي 0، S21 راح تساوي B2 على A1. B2 على A1 اللي هو نفس اتجاه انتشار الموجة، يعني هذا راح يمثل لنا الفورورد ترانسميشن أو بعض المصادر يسموه الريسبونس أو ممكن نسميه الانزيرشن أو حتى يسموه الجين. وإذا نحسب الـ S21 الـ S22 راح نحسبها عندما A1 يساوي 0 راح تساوي B2 على A2 اللي تمثل لنا الريفليكشن كوفيشنت at port 2. الغرض من الـ S parameters it is used to identify the microwave devices. يعني نستخدمها حتى نعرف نوع أجهزة الميكرويف من خلال قيم الـ S11 أو الـ S21 راح نعرف نوع هذا الجهاز. على سبيل المثال عندنا جهاز الايزوليتر هو device to port 1 و port 2 يمرر الإشارة باتجاه واحد فقط من port 1 إلى port 2. بما أنه هذا الديفايس هو 2 port راح يكون عندي الـ S matrix لهذا الديفايس هي مصفوفة أبعادها 2 في 2 S11 و S12 S21 و S22. لو نريد نكتب هذه المصفوفة بالصفر واحد عادة عند قياس الـ S parameters نحاول نعمل الـ port 1 و port 2 matched، معناها نحاول نعمل الـ S11 والـ S22 صفر، إذن هذول راح يكونون صفر.
بقى عندنا الـ S12 والـ S21. الـ S12 إيه هذا الرقم الثاني؟ يمثل لي رقم الـ بورت الإدخال الـ Input Port، وهذا الرقم الأول يمثل لي بورت الإخراج الـ Output Port. S12 معناها الإدخال من 2 والإخراج من 1. هل إذا دخلنا الإشارة من 2 تخرج من 1؟ ما تخرج من 1، إذن قيمة الـ S12 هي 0. الـ S21 إدخال من 1 وإخراج من 2، لو ندخل الإشارة من بورت 1 راح تخرج من 1، إذن قيمة الـ S21 هي 1، وهكذا. لو عندنا ديفايس ثاني مثلا الامبليفاير، امبليفاير ايضا هو ديفايس يكبر الاشارة باتجاه واحد فقط، ويخلون على الامبليفاير مقدار الجين مالته مثلا اي، هذا بورت 1 وهذا بورت 2. بما انه بورتين المصفوفة راح تكون مصفوفة 2 في 2، S11 و S12 و S21 و S22، وتساوي، قلنا نحاول نعمل S11 و S22 قيمهم 0 يعني ماجد، إذن هذول 0. لو ندخل إشارة من بورت 2 تخرج من بورت 1؟ ما تخرج من بورت 1، إذن 0. لو ندخل إشارة من بورت 1 راح تخرج من بورت 2، لكن ايش يكون بيها؟ مكبرة، اذا راح نخلي اي، حيث اي اللي هي قيمة التكبير واكبر من 1. لو كانت اي اقل من 1 ايش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا اتنويتر. ملاحظة، قيم الـ S parameter the value of S parameter is changing with frequency، يعني لكل تردد راح يكون عندنا قيمة للاس باراميتر، طبعا حسب نوع الجهاز هاي مقدار هذه القيمة راح يكون. اذا لكل تردد يكون عندنا قيمة للاس 11 مثلا، او للاس 21، او للاس 12، وهكذا. في التجربة راح نستخدم اللو باس فلتر، وراح نقيس الـ S11 والـ S21 لهذا الديفايس. إذا نرسم الـ response للـ low pass filter، هذا الـ frequency، وهذا راح نسميه الـ S parameter. الريسبونس أنه هذه هي منطقة الإمرار، وبعدين يصير عندنا منطقة القطع، هذا هو الريسبونس للو باس فلتر. مثل ما قلنا الريسبونس يمثل لنا قيم الـ S21، إذن الريسبونس هو نفسه الـ S21. هذا اللو باس فلتر بورت 1 وبورت 2، المفروض في منطقة الإمرار تمر الإشارة دون أن تعاني أي شيء، فمثلا دون أن تعاني انعكاسات أو توهين، إذن
لو أمرر 1 ملي واط في منطقة الإمرار راح تخرج عندي 1 ملي واط. من أبدي أصل منطقة القطع وأدخل إشارة ترددها قريب من منطقة القطع، راح ندخل الإشارة مثلا 1 ملي واط راح تخرج لنا 0.9 ملي واط. إذن أصبح عندنا 0.1 ملي واط نقص بالأوتبوت. هذه 0.1 ملي واط أين ذهبت؟ هذه هي رجعت انعكاس على بورت 1. إذن من يبدأ عندي ترددات أصل تردد القطع راح يبدأ يظهر عندي الانعكاس واللي هو الـ S11، يعني من تبدأ تقل الـ S21 راح يبدأ يزيد الـ S11. إذن هذا هو الـ S11 للو باس فلتر. النوع الثاني من الفلاتر اللي راح نستخدمه بالتجربة هو الباند باس فلتر. شكل الريسبونس للباند باس فلتر هو بهذه الصيغة. هذا هو الريسبونس للباند باس فلتر وهاي نتائج الـ S21، منطقة قطع وثم إمرار هذه بالمنتصف وثم قطع مرة أخرى. الـ S11 راح يكون عكس الـ S21. هذا هو الـ S11. لو يطلب من عندنا أنه نحسب قيمة الباندويث لهذا الفلتر، نقدر نحسب الباندويث من خلال نتائج الـ S11، أنه نشيك الماكسيموم اللي حصلنا عليه واللي هو المفروض نظريا 0 dB. قيمة S11 أعلى شيء المفروض نظريا 0 dB، هذه المنطقة المفروض هي 0 dB. ننخفض من الماكسيموم بمقدار -3 dB، يعني ننزل من الماكسيم بمقدار 3 dB. على سبيل المثال هذه هي -3 dB، إذن هذه هي F cut 1. والجهة الثانية نفس الحالة أيضا ننخفض مقدار 3 dB، هذه هي F cut 2. الباندويث راح يكون عندنا F cut 2 ناقص F cut 1. أيضا ممكن أنه نحسب الباندويث من خلال نتائج الـ S11، وهذا راح نتعلمه من خلال التجربة القادمة إن شاء الله.